أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسابقة الأوائل. كل شيء له قانون وقاعدة. لما بنتكلم عن الظواهر المختلفة في الكون ليها قوانين بتفسرها حطوها علماء الفيزياء. لما بنتكلم عن المناخ والتضاريس والظواهر الطبيعية برضو ليها قوانين وليها قاعدة. حتى التاريخ وحركة تطور الحضارات الباحثين والمؤرخين وضعوا لها قواعد بتحكمها وبتفسرها حتى للناس. الحين النجاح مش استثناء، النجاح كمان له قواعد وله قوانين. من قواعد النجاح ويمكن أهم وأول قاعدة من القواعد المركبة واللي بتتبني على بعضها البعض في مسألة النجاح وفي مفهوم النجاح تحديداً هو الدافع للوصول للهدف. من غير دافع ومن غير هدف مش ممكن نوصل لأي مكان. الإنسان الذكي اللي ما عندوش طموح أو ما عندوش هدف أو ما عندوش دافع عامل زي الطير من غير جناحات، مش ممكن يوصل لأي مكان. الدافع مسألة أساسية جدا. ممكن كلنا يبقى عندنا يعني رغبة في النجاح بس مش حاطين لنفسنا هدف ومش حاطين لنفسنا الدافع نمشي وراه، مش هنوصل لأي مكان. ده يمكن النهاردة اللي احنا بنتكلم عنه، خصوصا ان الولاد اجتازوا المرحلة التمهيدية وخرجنا من التصفيات اللي هي يعني بتحدد مين هيكمل معانا للمرحلة التانية في المسابقة. اتنافس 30 فريق على الوصول للمرحلة التانية، 15 منهم بس دخلوا في هذه المرحلة و15 منهم بقوا اقرب خطوة لتحقيق الفوز وتحقيق حلمهم وهدفهم بالفوز في مسابقة الأوائل. المسابقة دي بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والنهاردة هنشوف منافسة ما بين الجيزة وشمال سيناء. هنرحب في البداية بمدرسة بيبي بالاس من الجيزة. هيلعبوا قصاد مدرسة الكوثر من شمال سيناء، نرحب بيهم. عايزة أبدأ مع مدرسة الكوثر كده ندردش معهم سوا ونتعرف على الفريق أكتر. رهف كابتن الفريق مش كده؟ أنتوا منين يا رهف بالظبط؟ يعني مدرستكم فين في شمال سيناء؟ في الشيخ زويد. في الشيخ زويد. طب ايه رايكم في التغييرات اللي بتحصل في الشيخ زويد وفي شمال سيناء الفتره الاخيره؟ هي التغييرات كويسه، يعني هي كانت قبل ما كانتش قوي، يعني كان في يعني حاجات كتيره عايزه تتجدد بس هم جددوها، يعني الحاجات اللي كانت محتاجه تجديد وكده. حاجات زي ايه؟ ايه الفرق اللي انتوا حسيتوه انتوا يا بنات من وانتوا موجودين بقى في شمال سيناء وتحكوا لنا؟ مثلا زمان كان بيكون في مثلا حروب كتير مع الارهاب والجيش وكده. ايوه. بس فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدات ان الاحوال تتغير شويه، بقى في امن وامان اكتر. يعني الامن اتطور عن الاول وبقى مثلا بيكون يعني في امن اكتر من الاول، يعني بيكون في حاجات اكتر من الاول جديده. وطبعا ما فيش احسن من البنات نفسهم، يعني هم موجودين في المحافظه، هم بيروحوا مدارسهم، هم بيزوروا قرايبهم، بيتحركوا في المحافظه، هم اللي يقدروا بالفعل ينقلوا لنا الاحساس الحقيقي، شعورهم بالامان الحقيقي في المحافظه بعد يعني معركه القضاء على الارهاب في شمال سيناء اللي الدوله المصريه الحقيقه يعني بذلت فيها جهد كبير جدا على مدار السنين اللي فاتت، والبنات حاسين بالفرق فعلا وحاسين بفرق المشروعات وبالتنميه. طيب يوسف من الجيزة مدرسة بيبي بالاس، احكي لنا النهاردة شعورك ايه بقى في الماتش؟ سامع كده البنات شايف بيتكلموا كويس وشكلهم شاطرين، خايف من الماتش ده؟ لا مش خايف، احنا ما بنتوترش، احنا عاديين والسؤال جالنا وان شاء الله هنجاوب. برافو عليك يا يوسف. هتركز؟ هركز ان شاء الله. ان شاء الله، لان ساعات التوتر والخوف بيضغطنا وما نطلعش احسن ما عندنا. صح. متفقين على الكلام ده؟ متفقين. طيب هنبدأ الأول، هشرح لكم قواعد وقوانين المسابقة قبل ما نبدأ على طول في سؤال السرعة. المسابقة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة الأسئلة العلمية، ودي عبارة عن ثلاث أسئلة لكل فريق، كل سؤال فيهم بيديكوا 5 درجات. المرحلة الثانية من المسابقة هي مرحلة المعلومات العامة، وهي سؤالين لكل فريق، كل سؤال في الاثنين دول بيديكم 10 درجات لو الإجابة طبعا صح.
معاكم ثلاث وسائل المساعدة. أول وسيلة مساعدة هي الاستعانة بالفريق الاحتياطي، ده ممكن نستعين بيه في أي مرحلة من مراحل المسابقة، سواء في الأسئلة العلمية أو في أسئلة المعلومات العامة. أما الوسيلتين التانيين وهم تبديل سؤال أو تبديل لاعب، فده بيكون بس في المرحلة التانية من المسابقة وهي مرحلة المعلومات العامة. الفريق اللي هيجاوب غلط على أي سؤال بندي الفريق التاني الفرصة إن هو يجاوب، لو جاوب صح بياخد درجتين، لو جاوب غلط نخصم منه درجتين. جاهزين لسؤال السرعة؟ هنسمع السؤال بالكامل وبعدين هقول لكم ندوس على الباز، وقتها تدوسوا على الباز. سؤال السرعة بيقول في أي قارات العالم تقع البرازيل؟ ندوس على الزرار. يوسف من مدرسة بيبي بالاس في الجيزة داس على الزرار، نسمع إجابتك يوسف. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية اللي بتقع فيها البرازيل. إجابة صحيحة يوسف. مش عايزة البنات يقلقوا خالص، السؤال ده مش بدرجات، ده سؤال سرعة. لسه هنبدأ في أسئلة المسابقة، وكل فريق منكم معاه أسئلة المعلومات العامة وأسئلة العلمية زي ما احنا، ما فيش أي تغيير. هنبدأ في أول سؤال في المسابقة العلمية. السؤال لمدرسة بيبي بالاس في الجيزة بيقول من نص في رحاب الإنسانية الذي دفع الإنسان إلى الغرور، العلم والأدب، الثراء والجاه، الجمال والهيبة، الفوز والسبق. 30 ثانية والوقت بدأ. الثراء والجاه. يا بنات انتوا كمان فكروا في السؤال، لو ما عرفوش ممكن يبقى عندكم فرصة للإجابة. الوقت بيمر ويوسف شكله عنده إجابة. يوسف. الثراء والجاه. الثراء والجاه. تعودت منك على التركيز يا يوسف، وده أول سؤال في المسابقة وأول خمس درجات في المسابقة، وانت لسه قايل لي أنا مش هتسرع، مش كده؟ خليك بقى كده صح، معاك خمس درجات. هنروح لسؤال جديد مع مدرسة الكوثر في شمال سيناء. السؤال بيقول برضو من نص في رحاب الإنسانية ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، تعبير يدلل به الشاعر على أن الناس متميزون، مختلفون، متساوون ولا متقاربون. 30 ثانية يا رهف والوقت بدأ. عرفتي الإجابة؟ متساوون. سألتي فريقك كويس، أول خمس درجات في المسابقة، احنا عايزين نكسب مش كده؟ متأكدة؟ متأكدة من الإجابة؟ ولا نص نص؟ متأكدة؟ إجابة صحيحة يا رهف، معاكي خمس درجات. ده سؤال العربي والاتنين متعادلين خمس درجات وخمس درجات، والفريقين شكلهم شاطرين جدا. نروح لفاصل ونرجع نكمل المسابقة بين شمال سيناء والجيزة. نروح بقى للسؤال التاني في الدراسات مع مدرسة بيبي بالاس في الجيزة. سؤال بيقول بدأت ثورة 1919 بمظاهرات الطلاب، وذلك في أجزاء مصر الشمالية، الشرقية، الجنوبية أم الغربية. 30 ثانية الوقت بدأ. الجيزة بيتشاوروا وشمال سيناء كمان بيتشاوروا.
حلو حالة التفكير المستمرة دي. كلنا نفكر في السؤال، الوقت بيخلص. يوسف شكلك وصلت القرار. الشمالية. الوقت خلص وانت بتقولي الشمالية؟ الشمالية. احنا اتفقنا من اول الحلقة مفيش تسرع، مش كده؟ والمرة دي انت خدت وقتك وفكرت مع صحابك، بس مش عارفة نتيجة التفكير ده كان صح ولا غلط. مش عارفة. السؤال ده بخمس درجات. واثق يا يوسف؟ واثق. وبقية الفريق؟ جنة. قولي يا جنة، متأكدة ولا لا؟ ايوه متأكدة. جنة متأكدة، ابراهيم متأكد، يوسف متأكد. إجابة صحيحة، خمس درجات. نروح لشمال سينا. ركزوا بقى يا بنات في السؤال ده. السؤال بيقول: ألقي القبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد المصري عام 1919، وتم نفيهم إلى جزيرة مالطا الواقعة في البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر الأسود، ولا البحر الكاريبي؟ 30 ثانية والوقت بدأ. زغلول الجزيرة مرة في الأولى. البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر الأسود، ولا البحر الكاريبي؟ التالتة والرابعة. لا، هو يا البحر الأحمر يا البحر المتوسط. أنت هتقولي إيه؟ رهف بتسأل كل شخص معاها في الفريق فرد فرد، بتعرف اجابتهم ايه، بس خلي بالك يا رهف الوقت قرب يخلص. بسرعه الوقت خلص. قولي لي يا رهف اجابتك. هي اجابه اه ثانيه. الوقت خلص. رهف قولي لي اجابتك. البحر الاحمر. البحر الاحمر، بس كنت متردده، مش عارفاها قوي او مش متاكده منها. البحر الاحمر اظن، يعني ما اقول البحر الاحمر. انا خدت الاجابه خلاص، بس عايزه اعرف منك يعني ليه خدتوا الاجابه دي، ليه اخترنا البحر الاحمر، او مين فيكم كان مؤيد الاجابه دي ومين بيقول لا. هو ما حدش قال لا، بس اللي قالت الفكره رباب. رباب هي اللي قالت البحر الاحمر. وبقيه البنات كانوا مؤيدينها ولا شاكين؟ لا، هم كانوا موافقينها، بس ايمان ما كانتش عارفه. من غير ما نقول يعني بتشكوا في ايه. للاسف يا رهف الاجابه غلط. هنروح للفريق التاني. عندكم اجابه ولا لا؟ تاخدوا السؤال ولا لا؟ خلي بالك، اتنين فوق اتنين تحت. البحر المتوسط. البحر المتوسط. انا دايما بحسبها معاك وبفكر، يعني انت معاك لحد دلوقتي، انت معاك سؤال العربي ومعاك سؤال الدراسات، طب ليه ناخد درجتين او نخاطر بدرجتين؟ مش مهم، احنا ان شاء الله ما نغلطش، بس لو غلطنا احنا برضو سابقين. بس خلي بالك احنا برضو سابقين، مش على طول، ممكن تبقى سابق دلوقتي وبعد شويه نتيجه الماتش كله يتقلب. لا ان شاء الله، فكل درجه بتفرق معانا. لو في حاجه هتحصل احنا ان شاء الله مش هناخد ريسك. إبراهيم أنت مع المخاطرة دي ولا لأ؟ أنت اللي قايل لهم أصلاً، أنت اللي قايل لهم ناخد السؤال ولا أنت اللي قايل لهم الإجابة؟ قايل لهم الاثنين. الاثنين. إيمان كنت شاكة في إيه يا إيمان؟ ما كنتش اللي هو فاكره كويس يعني، بس اللي هو كنت برضو شاكه متردده شويه في الاجابه. يعني كنت شاكه في انهي اجابه؟
هو انا ما كنتش شاكله في البحر المتوسط خالص، بس يعني افتكرت تاني المنهج كان ماشي ازاي يعني وليه، بس كنت حاسه يعني ترددتي فيها شويه. ما كنتش عارفه. ورباب كانت شايفه البحر الاحمر مش كده؟ هي طبعا البحر الاحمر اجابه خاطئه، وهنا عندنا اجابه بتقول البحر المتوسط. بس انا عايزه ارجعكم لحكايه ثوره 1919. دي حكايه حلوه مهم ان احنا نعرفها، لان دي من اهم الثورات اللي قام بها الشعب المصري، وكانت طبعا زي ما انتم اكيد عارفين بقياده سعد زغلول، الزعيم سعد زغلول. وقدرت تحقق اهداف مهمه جدا لمصر، كان من ضمن الاهداف دي انه قيام الدستور وكمان الجلاء، حتى لو الجلاء اتنفذ بعدها بكذا سنه سنه 1954، لكن ثوره 1919 كانت الثوره اللي حطت البذره في جلاء الاحتلال البريطاني عن مصر او انهاء الاحتلال البريطاني عن مصر. وبعدها بقى حصلت توالت الاحداث، وبنتكلم عن نفي سعد الزغلول لجزيره مالطا اللي هي في البحر المتوسط. اجابه صحيحه. كده انتوا خدتوا بالسؤال ده درجتين، معاكوا لحد دلوقتي 12 درجه. رهف مش عايزين نزعل، انا حاسه ان انت زعلانه ولسه في كتير في المسابقه، مش عايزين نزعل من الاول. خلي بالك. طب انا هقول لك حاجه، انت عارفه ان لسه في سؤال علوم ليكوا وليهم، ولسه في سؤالين في المعلومات العامه ليكوا وليهم، وسؤال المعلومات العامه ده بالذات ب10 درجات. شوفي بقى لسه معاكي فرصه تاخدي 25 درجه في العلوم وفي المعلومات العامه. ولو زعلتي دلوقتي وعيطتي ده هيأثر على تركيزك في باقي الأسئلة مش كده؟ لكن ننسى اللي فات خالص، نركز في السؤال اللي جاي. توعديني؟ قولي لي وعد. وعد؟ ماشي. رهف كابتن الفريق، ورهف دلوقتي بتمسح دموعها وهتركز في باقي المسابقة، ونرجعنا نشوف ضحكتها الحلوة مرة تانية. خلي بالك على فكرة في ماتشات كتير جدا بتوصل لحد آخر سؤال بتتغير النتيجة خالص. ماشي يا يوسف، انت كمان خلي بالك. نروح بقى دلوقتي لسؤال العلوم. سؤال العلوم طبعا بخمس درجات للفرقة دي وللفرقة دي، وبنفكرهم ان معاهم وسائل للمساعدة. رهف ويوسف كباتن الفرقتين بفكركم دايما معاكم وسائل للمساعدة. طول ما احنا لسه في المرحلة العلمية ممكن نسأل الفريق الاحتياطي لو السؤال شكله صعب او احنا مش عارفين الاجابة، قولوا لي عايزين نسأل الاحتياطي. بس هي بتبقى مرة واحدة طول المسابقة. ماشي؟ مرة واحدة في المسابقة نقدر نسأل الفريق الاحتياطي، يعني في سؤال العلوم اللي جاي لان هو اللي فاضل. بعد كده لما نخش على المعلومات العامة ممكن تستخدموا وسائل تانية، ممكن نبدل لاعب من الفريق أو ممكن نبدل سؤال لو برضو السؤال شاكين فيه أو مش متأكدين. متفقين؟ نروح بقى لسؤال العلوم للجيزة. السؤال بيقول الشكل التالي يمثل رافعة، أي من الأدوات التالية يحققها؟ ألف القصافة، ب عربة الحديقة، جيم مضرب الهوك، دال ماسك الحلوة. 30 ثانية والوقت بدأ. عرفنا الإجابة. مش عايز تستخدم بقية الوقت؟ لا احنا الحمد لله اتشاور. يا يوسف خلي بالك. لا مش تشاور، احنا بس متأكدين. اتفضل. عربة الحديقة. عربة الحديقة. متأكدين؟ متأكدين عشان المقاومة في النص يعني نوع تاني، تبقى عربة الحديقة. ده آخر سؤال في المعلومات العلمية. متأكدين. بعد كده في المعلومات العامة كل واحد ب10 درجات. متأكدين. جواب نهائي. جواب نهائي. إجابة صحيحة وخمس درجات. نروح لسؤال العلوم مع مدرسة الكوثر في شمال سيناء. السؤال بيقول الشكل التالي يمثل رافعة، أي من الأدوات التالية يحققها؟
ألف المقص، ب فتاحة الزجاجات، ج مضخة الماء، د صنارة السمك. الوقت بدأ يا بنات. قوة صنارة السمك. طب ايه الكاف دي؟ مش عارفه. الكاف هي نقطة الارتكاز، القاف هي القوة، والميم هي المقاومة. جاوب. اتفضلي. صنارة السمك. صنارة السمك. رهف، خلي بالك ان السؤال ده هيفرق معانا، صح؟ احنا عايزين الخمس درجات دول. مين فيكو اللي كان شايف انها صنارة السمك؟ هو كلنا يعني، عشان هو السؤال جه علينا بكده. بس ما فكرتيش تسألي الفريق اللي هو المساعد بتاعكو؟ ما فكرتيش تسأليهم؟ هو انا ما فكرتش اسألهم، لان انا عارفه ان هم هيقولوا نفس الجواب. انت عارفه انا بفكر، يعني بحط نفسي مكانك وبقول انا لو في السؤال ده محتاجه الخمس درجات، هفكر ان انا استخدم وسيله المساعده عشان ما يروحوش مني الخمس درجات دول. احنا راح مننا سؤال الدراسات، مش عايزين الفرق يزيد بيننا وبين الفريق التاني. احساسك ايه دلوقتي في التوتر ده؟ وهل الاجابه صح ولا غلط؟ هو نزل الاجابه، انا يعني هي اظن ان هي صح. في حته شك صغيره، صح؟ في شويه شك. بس انت المره دي احساسك صح والاجابه صح ومعاكي خمس درجات. معانا 10 درجات هنا في مدرسة الكوثر من شمال سيناء، و17 درجة مع بيبي بالاس. الفرق بدأ يقل وممكن نعوض في المعلومات العامة. لسه في سؤالين جايين في المعلومات العامة لكل فريق، السؤال فيهم ب10 درجات. الماتش ساعات بيتقلب تماما في النهاية. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع نشوف الفريقين هيعملوا ايه في المعلومات العامة، وهل هيبدلوا لاعب من لعيبة الفريق عشان يقدروا يخشوا المرحلة اللي جاية من المعلومات العامة اللي فيها 20 درجة لكل فريق وهم مرتاحين. نروح لفاصل ونرجع نكمل المسابقة بين شمال سيناء والجيزة. ولسه مكملين مسابقة شمال سيناء والجيزة. قبل الفاصل كانت أسئلة الأسئلة العلمية، العلوم والعربي والدراسات، دلوقتي مع أسئلة المعلومات العامة اللي كل سؤال فيهم بعشر درجات. شمال سيناء عملوا تبديل. رهف احكي لنا، انتوا خرجتوا رباب ودخلت أميرة، مش كده؟ ليه عملتوا التعديل ده؟ عشان رباب ما رجعتش كويس على المعلومات العامة، وأميرة كانت قاعدة يعني تسمعهم، فإحنا عشان أميرة مراجعة عليهم كويس. أميرة بقى مراجعة على كل حاجة. يا أميرة، واثقة من نفسك ومن معلوماتك؟ إن شاء الله. أكيد؟ ربنا يوفقكم. هنبدأ بأسئلة المعلومات العامة مع مدرسة بيبي بالاس في الجيزة. أول سؤال بيقول، تبلغ مساحة سيناء حوالي 5000 كيلومتر، 60,000 كيلومتر، 70,000 كيلومتر، ولا 80,000 كيلومتر؟ معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. كام؟ ركز. طب أقول لكم إيه؟ لو ما عرفتش أقول لكم إيه؟ بقول لكم استنى. يا جماعة استنى. فاضل 10 ثواني يا يوسف والوقت بينتهي. تبديل سؤال.
يوسف قرر ان هو يبدل السؤال. كنتوا شاكين طيب في اجابه ولا لا؟ كنا شاكين في 70,000. 70,000 لاختيار جيم مش كده؟ اه هي غلط. كويس ان انت بدلت السؤال. الإجابة الصح هي 60,000 كيلومتر. نروح على سؤال التبديل. السؤال بيقول ما هو الفريق الذي استطاع أن يفوز بأول بطولة لكأس العالم مرتين على التوالي؟ ألمانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا. الوقت بدأ. الفريق اللي قدر يفوز بأول بطولة لكأس العالم مرتين ورا بعض. الاختيارات هي ألمانيا، فرنسا، روسيا ولا إيطاليا. يوسف خليك معي. ألمانيا. 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 شاورته كتير وأول مرة حس إن أنت متردد شوية أو مش متأكد من الإجابة، فيها شوية تخمين. صح؟ اه. مفيش حد فيكو كان عارفها المعلومة اللي هي الصح يعني أو عدت عليه أكيد؟ لا ما حدش فاكرها. طب وليه ما فكرتش تسأل الفريق الاحتياطي؟ ما فيش حد كان عارف فيها. انت حاسس ان هما مش عارفين الاجابه دي؟ اه. طب الفريق الاحتياطي كنتوا عارفين ولا مش عارفين؟ يعني عارفين الاجابه. كنتوا عارفين الاجابه. شفت يا يوسف كان ممكن نسالهم. للاسف يا يوسف اجابه غلط. شمال سينا. الحمد لله عشان كده هيحسبها. عندكم اجابه هقول لكم بسرعة إن السؤال ده لو خدتوه وعندكوا إجابة صح تاخدوا درجتين، لو مش عايزين تاخدوه براحتكوا، لكن لو خدتوه وجاوبتوا غلط السؤال اللي احنا اللي هم لسه مجاوبين عليه لو جاوبتوا غلط هنخصم درجتين. طب هم دلوقتي كام نقطة؟ انتوا دلوقتي معاكوا 10 نقط وهم معاهم 17. بس لسه في سؤال ليكوا في المعلومات العامة في نفس النقطة دي. خلاص مش عاوزين. أنا بتخيلي بس مش عاوزين السؤال. خلاص؟ قررتوا؟ مش هتاخدوا السؤال مش كده؟ خلاص. طيب الإجابة هي أنتوا قلتوا ألمانيا ودي كانت إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي إيطاليا وده كان في سنة 1934 وبعدين خدتها بعدها. نروح بقى لسؤال المعلومات العامة المرة دي لمدرسة الكوثر في شمال سينا. السؤال ده بقى بتاعكم. تمثل سينا من مساحة مصر الكلية حوالي 5%، 6%، 7% ولا 8%؟ الوقت بدأ. يعني سينا بتمثل قد إيه من مساحة مصر كلها؟ نسبتها ايه؟ اسمعي كل واحد تقول رأيه مش تقولي. وفي وسائل مساعدة ممكن نستخدمها، ممكن نسأل الفريق الاحتياطي ما. او نبدل السؤال لو صعب. تختاري ايه يا رهف؟ تسألوا الاحتياطي. طيب الفريق الاحتياطي معاكوا 30 ثانية فكروا في السؤال وادوا زمايلكوا اجابة. 6%. ساعدوهم في الاجابة. 6%. طيب رهف هتاخدي الاجابة دي؟ أوه. تمشي مع كلامهم؟ كم؟ 6% دي إجابتك صح كده؟ صح. طيب إحنا محتاجين السؤال ده قوي يا رهف مش كده؟ إحنا معنا 10 درجات وكان الفرق بيننا 7 درجات، أنتوا كنتوا متأخرين عنهم ب7 درجات. لو السؤال ده صح هتسبقوهم أنتوا، هيبقى معاكوا كام درجة؟ هيبقى معاكوا 20 درجة وتبقوا أنتوا سابقينهم ب3 درجات. مركزين معايا في الحسبة؟ يا إما نبقى يعني لو خسرنا أو معرفناش السؤال ده إجابته صح
هيبقى معنا 10 درجات زي ما احنا. لو الإجابة اللي انتوا قلتوها إجابة سليمة هيبقى معنا 20 درجة. وسألنا الفريق الاحتياطي، خدنا وسيلة مساعدة وهم قالوا 6%، وانتوا وافقتوهم ما فكرتوش بعد الإجابة بتاعتهم. متفقين على 6%. مش أنا في الأول قلتلك النتيجة ممكن تختلف في المعلومات العامة؟ تتشقلب صح؟ إجابتكم صح ومعاكم 10 درجات. معاكم دلوقتي 20 درجة في أول سؤال في المعلومات العامة. وعايزة أقول لكم إن أنا مبسوطة إن السؤال ده كان موجود معانا وإن إحنا فكرنا فيه وأخدنا عملنا هات وخد في الإجابة أكتر من مرة، لأن إحنا بنتكلم عن سينا. لما بنتكلم عن سينا يعني بنتكلم عن مصدر وجع لمصر كلها من سنين، من أول أيام الحرب. سينا لما كانت محتلة كانت مصدر وجع بالنسبة لنا لكل المصريين. لما عملنا العبور الأول وقدرنا نسترد سينا، فضلت سينا مصدر وجع بالنسبة لنا عشان نفسنا يبقى فيها تنمية، ونفسنا يبقى فيها مشروعات، ونفسنا تتقدم وتبقى أحسن ويبقى فيها كل اللي أهلها بيحتاجوه. دلوقتي سينا بتمر بعملية تنمية لم تشهدها من قبل في التاريخ. أول مرة في التاريخ سينا يبقى فيها التنمية دي. سينا بالفعل بتمثل 6% من مساحة مصر الكلية، اللي هي تكملة للسؤال الأول اللي بيتكلم عن مساحة سينا اللي هي 60,000 كيلومتر. إيه رأيكم نروح للسؤال اللي جاي؟ النتيجة اتغيرت، شمال سينا بقوا معاهم 20 درجة والجيزة بقى معاهم 17 درجة بعد ما كانوا سابقين من أول الماتش لحد المعلومات العامة. السؤال اللي جاي للجيزة بيقول: تتميز أنفاق تحيا مصر عن باقي الأنفاق التي تمت إقامتها بمصر من قبل بأنها تربط سيناء بغرب القناة، أقيمت بأيدي مصرية خالصة، تنقل البضائع والركاب، أو تحت ممر مائي. 30 ثانية والوقت بدأ. مش قالك لأنه ينفذ مصر بأيدي مصرية 100%. عندي من 17 درجة و 20 درجة، والسؤال ده مهم جدا بعشر درجات. يوسف: ب، أقيمت بأيدي مصرية خالصة. اخترت الإجابة ب، أقيمت بأيدي مصرية خالصة. أنا ببص تاني على الحسبة معاك، أنت محتاج السؤال ده، محتاج العشر درجات دول، متأكدين منهم؟ وبرضو ما استخدمتش الوسيلة اللي عندك، وده آخر سؤال. بس احنا يعني انت مش هتحتاج الوسيله مره تانية، بس ليه ما ناخدش الوسيله اللي معموله عشان تساعدنا حتى عشان نتاكد من الاجابه؟ مستهون بالدرجات يا يوسف؟ لا. ما سالتش زمايلك ليه؟ كنا عارفين الاجابه. طب وافرض غلط؟ متأكدين؟ انا حاسه ان هم يعني الفريق الاحتياطي بيبص لكم وفي توتر جامد قوي على وشوشهم. هل يا ترى كان عندهم اجابه مختلفه؟ اتفضل. لا هي نفس الاجابه. نفس الاجابه. ومال طيب، انا قلت لك وحذرتك وعرضت عليك وسائل المساعدة أكتر من مرة وحسبت معاك الحسبة كذا مرة، كان معاك 17 درجة وهم بقوا سابقينكم بثلاث درجات 20، يعني أنت محتاج
العشر درجات اللي جايين دول. يوسف انت رصيدك دلوقتي 27 درجة، إجابة صحيحة. انت قلت أقيمت بأيدي مصرية خالصة، طب انت تعرف بقى ان المصريين طول عمرهم بيتحدوا المستحيل؟ مفيش حاجة قلنا هنعملها وما عملناهاش، مفيش حاجة وكنا عايزين نعملها وعندنا حلم ان احنا نعملها كشعب وما عملناهاش. كل حاجة بنقدر نعملها مهما كانت صعبة ومهما كانت تبان للناس انها مستحيلة، زي حفر انفاق تحيا مصر، زي حاجات كتير قوي في التاريخ، زي استعادة سينا، زي بنى السد العالي، زي التنمية اللي بتحصل في سينا دلوقتي، كل دي حاجات الناس كانت فاكرة انها مستحيل تحصل وحصلت بأيدي مصرية خالصة 100%. رهف ده آخر سؤال، لو جاوبته صح هتكسبوا المسابقة. السؤال ده بالذات انتوا معاكم 20 درجة، هما معاهم 27، السؤال ده ب10 درجات، لو خدتوا ال10 درجات هيبقى معاكم 30 درجة، كسبتوا الماتش. لو جاوبتوا غلط يبقوا هما الكسبانين. ركز كويس قوي في السؤال اللي جاي ده. فاكرة اللي قلتهولك في الأول إن ممكن المسابقة تتقلب في ثانية في سؤال؟ نركز في السؤال اللي جاي ده. السؤال بيقول: تحتل أنفاق تحيا مصر بين أنفاق العالم من حيث القطر والاتساع المركز العالمي كام؟ التاني، الرابع، الخامس، التالت. 30 ثانية والوقت بدأ. تحت الأنفاق تحيا مصر بين أنفاق العالم من حيث القطر والاتساع. تحيا مصر من قطر تاخد المساحة، المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ وفي اختيارات تانية؟ الاختيارات هو ينفع مثلا احنا لو بدينا سؤال؟ تقدروا تبدلوا سؤال طبعا ينفع، بس قولي لي قرارك، تجاوبوا ولا تبدلوا السؤال؟ نبدل السؤال. تبديل سؤال من حقكم. هنروح للسؤال البديل، بس تحبوا تعرفوا إجابة السؤال ده الأول؟ أنفاق تحيا مصر بتحتل أنهي مركز عالميا من حيث القطر والاتساع؟ كنتوا شاكين في إيه؟ أنا شاكة في الرابع. الرابع وإيه؟ أميرة بتقول الثالث؟ الثاني. إنجي كانت شاكة في حاجة مختلفة، قول يا إنجي. الثالث كانت إجابة صح، ولو كنا قلناها كنا ضمننا العشر درجات. ساعات بيبقى معنا واحد بس في الفريق عنده المعلومة، وده بيبقى موقف صعب للكابتن، يمشي ورا معلومة شخص أو رأي شخص ولا يمشي مع الأغلبية. معلش ننسى السؤال ده خالص، لسه معنا السؤال البديل. السؤال بيقول: ما هو المضيق الفاصل بين إسبانيا والمغرب؟ باب المندب، جبل طارق، بنما ولا البوسفور؟ أربع اختيارات والوقت بدأ. الاختيارات هي باب المندب، جبل طارق، بنما ولا البوسفور؟ المضيق الفاصل بين إسبانيا والمغرب. السؤال بيقول: ما هو المضيق الفاصل بين إسبانيا والمغرب؟ الاختيارات هي باب المندب، جبل طارق، بنما ولا البوسفور؟ دي ولا دي؟ الوقت خلص. رهف، جبل الطارق. عايزة إجابة دلوقتي، لازم، الوقت خلص. إجابتك هي تفضلي قولي. رهف قولي يا رهف. جبل أيوة قولي، تفضلي. جبل الطارق.
اجابتك هي؟ قولي بقى بثقة كده عشان انا سامعة مشاورات كتير. اتفضلي. جبل طارق. جبل طارق. رهف متأكدة؟ ان شاء الله هتطلع صح. ده تفاؤل وامل ولا معلومة؟ لا تفاؤل. تفاؤل. لكن انتوا مش عارفين المعلومة؟ مش متأكدين منها؟ احنا مش متأكدين منها بس ان شاء الله هتطلع صح. هم اصلهم ثلاث وسائل مساعدة مفيش أكتر، والوقت ما أقدرش أزوده عن كده، وما أقدرش أديكوا سؤال تاني، وحسبنا مع بعض النقط أكتر من مرة، وقلتلكوا إن السؤال ده هو آخر سؤال في المسابقة، وإنتوا ما كنتوش متأكدين. مين فيكوا اللي قال الإجابة دي أو اللي كان صاحب القرار في الإجابة دي؟ هو إنجي وأنا. أنت وإنجي كنتوا شايفين إن هي جبل طارق، يعني لو خسرنا الماتش أنت وإنجي تتحملوا المسؤولية دي. إنجي اخترتي ليه جبل طارق؟ أنا أصلا ما كنتش أعرف السؤال ولا قريته قبل كده، بس أنا كنت شاكة إن هو جبل طارق. كنت شاكة فيه بس مش متأكدة. والثلاث بنات التانيين إيمان وافقت على الإجابة. الإجابة فاطمة كانت بتقول الإجابة الثالثة. لكن أنت ككابتن الفريق كان عندك آراء مختلفة، يعني حد قال، أنت بتقولي لي حد قال الإجابة الثالثة اللي هي بنما، وإنجي قالت جبل طارق، وأنت كنت شاكة في جبل طارق، وفي حد ما كانش فاهم السؤال. جمعتي الآراء دي كلها وخدتي مسؤولية إنك تقولي إجابة واحدة إزاي؟ يا رهف إحنا اتسرعنا علشان الوقت كان قرب يخلص، فإحنا يعني إحنا أخذنا برأي الأغلبية فقلنا نقولها جبل طارق. بس ده ما يمنعش إن إحنا لو خسرنا مفيش سؤال تاني، مفيش تعويض، مفيش فرصة جاية، مفيش مسابقة تاني، ده آخر سؤال. أنا حاولت يعني أقول لكم وسائل المساعدة وأفكركم بيها، حاولت أقوم بدوري وأقول لكم وسائل المساعدة وأفكركم بيها، وحاولت أديكم الوقت كامل، حسبنا الوقت صح، وحاولت إن أنا يعني رهف من أول المسابقة إن أنا أشجعك لما حسيت إن أنت معنوياتك نزلت، وقلت لك النتيجة بتتقلب وممكن في لحظة الماتش يتغير عشان نركز في الأسئلة ونحاول إن احنا ما نتوترش، لأن لما بنتوتر ممكن نجاوب غلط. أنا حاولت رهف ما تعيطيش، انت عيطتي من شوية وقلت لك ما تعيطيش لأن النتيجة بتتقلب صح؟ وانا هشوفك تاني في الدور التاني عشان اجابتك صح وانتوا الفريق الفايز. مبارك يا جماعه على شمال سينا، دموع الفرحه. يوسف تقول ايه الرهف؟ مبروك. طب المرة الأولانية كنت بتعيطي عشان جاوبتي غلط، المرة دي جاوبتي صح ومعانا 10 درجات، وبقى رصدنا من النقط 30 درجة، وهنتأهل للدور اللي جاي. تقولي إيه يا رهف؟ تقولي إيه؟ أنا؟ آه يعني حضرتك بتقوليها بطريقة يعني زي أكنك يعني بتشككين الإجابة غلط. فأنا بعمل على طول فخفتي. ما انا بطمنك بقى دلوقتي، خلاص انسي اللي فات ده. انا اسفه، انا اسفه.
مدرسة الجيزة بيبي بالاس، كنتوا فريق قوي جدا 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 من المرحلة الأولى، والنهاردة إجاباتكم كلها كانت كاملة ونموذجية، وكنتوا شاطرين قوي والحياة مبهرين، ويوسف هادي زي ما كابتن الفريق دايما لازم يكون. جنة، رؤى، يوسف، إبراهيم، آدم، أنا بشكركم واحد واحد، شاطرين شاطرين شاطرين، نحييهم مرة تانية. ماتش شمال سينا والجيزة كان ماتش صعب، ونتيجته اتقلبت في الآخر، والحقيقة بدأ بداية غير متوقعة وانتهى نهاية كمان غير متوقعة. الفرقتين بنشكرهم وبنحييهم، وطبعاً لسه مسابقة الأوائل مستمرة، ولسه البحث عن الأوائل مستمر.